فيك حاجة واحدة إذا صلحت مشات الأمور، وإذا ما صلحتش والله ما تمشي الأمور. في الجسد مضغة صلحت صلح سائر الجسد، فسدت ما تمشيش. وش لازم نديرو؟ كاين كاين ألم في البطن، جي عند معد تقول له بطني يوجعني، يقول لك روح للطب الداخلي في مصطفى باشا. كاين قسم اسمه الطب الداخلي، يديروا لك الأشعة، يديروا لك لازم. تقول لسمير، تقول له ودني البارح راه يتسطر، يقول لك روح المصلحة نتاع السمع ولا 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 والحلق والأنف وكذا وشوف. قلبي الآن فيه دخن، الواجب جوابه عند رسول الله: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. إذا كانت عندك قميص شريته، أغسل 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 القميص هذاك، خلاص يخلق، خلاص قدم وبدأت تبان عليه الآثار نتاع باللي خلاص قديم قريب يولي ما يصلحش. إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. وش دير؟ قال: سألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. أنا نجدوا في إيماننا، نظرنا في قلوبنا ورانا ندوروا، إما الإيمان راه الفوق أو التحت أو متوسط. أنا نتقرب ربي، أنا بعد على ربي، رانا في رحاب الله، راه الشيطان مقودنا، كيف هو أمرنا، كيف هو حالنا؟ وفي القرآن يقولون الرب جل جلاله يقولنا كاين حاجة في جسم الإنسان هي التي تصاب بالعمى، وإذا أصيبت بالعمى كانت نهاية ذلك الإنسان، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وآية قال ربي: ومن كان في هذه أعمى. يا شيخ ماشي عمى البصر، عمى القلب، فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. والطيبة اللي تكون هنا والإيمان واليقين والحب تاع ربي وحسن التوكل عليه والخشية والمراقبة، هذو ينجملوا ويدخلوك الجنة. وين جبت الكلام هذا؟ تعرف سورة اسمها سورة الزمر؟ اي نعرفها. هذا السورة يقول ربي في آخرها، يقول لأوليائه من أمثالكم، نسأل الله أن يجعلنا من أوليائه، يقول لهم: طبتم فادخلوها. الطيبة وين جاية؟ جاية في الأذن ولا في العين ولا في الدماغ؟ قال: طبتم فادخلوها خالدين. قلوب طيبة الطيبة بها وين راحوا؟ بها راحوا للجنة، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيدين. هذا ما تعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن وجاء بقلب منيبٍ.